تتوجه أنظار الأمريكيين إلى مدينة ناتشفيل في ولاية تنسي الأمريكية لمتابعة المناظرة الثانية بين المرشحين في السباق إلى البيت الأبيض، الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، والذي عمل نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ملفات عدة تطرح للنقاش فيه المناظرة المنتظرة والتي أدخلت عليها تعديلات بهدف جعلها أكثر تنظيما من المناظرة الأولى والتي شهدت تلاسنا وتجاذبات بين المرشحين. أجواء هذه المناظرة وأهم محاورها سنناقشها مع ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير. طريق المناظرة الرئاسية إلى ناشفيل كانت وعرة، فقد كان من المفترض أن يعرج ترامب وبايدن على فلوريدا جنوبا، لكن كورونا غيرت كل شيء. فبعد شد وجذب تضمن محاولات للتأجيل تارة وتغيير مواضيع المناظرة تارة أخرى، يلتقي المرشحان للمرة الثانية والأخيرة هنا في جامعة بيلمونت بعاصمة ولاية تينيسي. 90 دقيقة سيستعرض فيها المرشحان وجهات النظر ويتقاذفان الاتهامات في ملفات أغلبها شأن داخلي صرف. لم يكن هناك نقاش كاف بشأن السياسات الخارجية منذ بدء الحملات الانتخابية للرئاسة، سواء من قبل ترامب الذي تعهد في الفترة الرئاسية الأولى بإخراجنا من الحرب في العراق وأفغانستان والتركيز على الصين والعجز التجاري، أيضا بايدن الذي كان لسنوات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. أعتقد أن لجنة المناظرات ما زالت تعتمد أساليب قديمة ولم تستطع تحديث طرق إدارة المناظرة، بما في ذلك المواضيع التي يتم إدراجها. بعد المناظرة الأولى في ولاية أوهايو والتي وصفت بالأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، عدلت لجنة المناظرات قواعدها، إذ سيتم قطع الميكروفون عن المرشح حين لا يكون دوره في الكلام، فرصة يرى الحزب الديمقراطي أنها ستمكن مرشحه من الاسترسال في استعراض خططها. أعتقد أن الحصول على دقيقتين كاملتين بدون مقاطعة سيكون جيدا بالنسبة لبايدن حتى يشرح أهدافه واستراتيجيته دون تشتيت أفكاره بسبب مقاطعات ترامب المتكررة، لكن لا توجد ضمانات على عدم حدوث ذلك، كما أنه من الصعب عدم الانجرار أحيانا خلف استفزازات ترامب كما حدث في المناظرة الأولى عندما طفح كيله وطلب منه أن يصمت. سيسعى المرشحان لكسب هذه الجولة الإعلامية وإضافة نقاط لرصيدهما في استطلاعات الرأي، خاصة الرئيس ترامب الذي أظهرت أحدث الاستطلاعات حصوله على نسبة 43% مقابل 54 لبايدن. لكن مراقبين يقللون من قدرة المناظرة على تغيير بوصلة التصويت، خاصة وأن أكثر من 30 مليوناً حسموا أمرهم في الاقتراع المبكر. هي المرة الأخيرة التي سيظهر فيها ترامب وبايدن معا ليقنعا الناخب الأمريكي بمواقفهما، والمرة الثانية التي تستقبل فيها مدينة ناشفيل مناظرة رئاسية ينتظر سكانها هل يكون مستواها أقل من تلك التي نظمت قبل 12 عاما. أمينة سرير سكاي نيوز عربية، ناشفيل، ولاية تينيسي. ومعنا من ولاية ديلاوير المسؤول في حملة ترامب في الولاية روب أرلت، أهلا بك سيد أرلت. ومن واشنطن المستشارة السابقة في البيت الأبيض باسمة لغصين، أهلا بك سيدتي. أبدأ معك سيد روب، اليوم هذا الاستقطاب غير المسبوق، ماذا تعني المناظرة الأخيرة بالنسبة للمرشحين وهذا التراشق الإعلامي غير المسبوق حتى اللحظات الأخيرة ونحن نتابع عبر تويتر المواقف؟ أعتقد أنها فرصة مثالية للرئيس ترامب ليعيد طبعا الاتصال مع الناخب الأمريكي ويقول له ماذا فعل له في الأعوام الأربعة الماضية وماذا سوف يستمر بالقيام به في الأعوام المقبلة. ولا ننسى أنه من المهم أو الأكثر أهمية هذه الليلة، وأعتقد أن الأمريكيون أيضا يوافقون على ذلك، هو أن يتمكن
تمكن السيد بايدن من شرح سياساته لأنه لم يتمكن من القيام بذلك في الفترة الأخيرة، وقد كان مختبئا نوعا ما ولم يكن مرشحا يظهر نفسه. لقد كان مرشحا لم يذهب على العلن إلى العلن ولم يجب على أسئلة الصحفيين. بالتالي أعتقد أن الشعب الأمريكي يريد أن يعرف بماذا يفكر جو بايدن، وطبعا أيضا عائلته وأسرته، ما هي إجاباتهم عن عدد من الأسئلة المتعلقة من الرسائل البريدية التي تدين وبشكل صريح طبعا وهي جريمة تجاه عائلته. إذن أعتقد أن الأمريكيين يريدون أن يعرفوا من هو جو بايدن بالحقيقة ويتطلعون إلى الديبيت. وبصفة رئيس لحملة السيد ترامب، أعتقد أنني مثل الأمريكيين أتشوق لهذه المناظرة. سأذهب معك إلى الاتهامات الأخيرة، ولكن سيدة باسمة، ترامب اتهم بايدن ومديرة اليوم هذه الحلقة بالانتماء إلى اليسار. ماذا يعني ذلك بالنسبة للناخب الأمريكي، وتحديدا الاستقطاب وما تحصل من حملات على مختلف وسائل الإعلام، وأيضا في كل مختلف الولايات والتي تشهد مواجهة حادة؟ طبعا هذا سؤال ممتاز بالفعل. بداية من المهم أن نفهم أنه أكثر من 70% أو 75% من الأمريكيين طبعا بالنسبة لهم أن حالات الإصابة بالوباء وباء كورونا لا زالت تتزايد، وأن الأزمة تصبح أسوأ وتتفاقم. طبعا عندما يتكلم زميلي في الجهة الأخرى عن هذه النقاط وعن علما أن السيد ترامب كانت له كل وسائل الحماية والتكنولوجيا المتطورة لحماية نفسه طبعا ليتفادى إصابته بالمرض وإصابة طاقمه أو موظفيه بالعمل بالمرض هو أمر لم يقم به، وطبعا سوء إدارته للأزمة تستمر ولم تتوقف. الواقع أن الرئيس فشل في حماية نفسه وحماية أسرته وحماية موظفيه وحماية البلاد في هذه الأوقات العصيبة، وبالتالي يجب أن ننظر إلى حملة بايدن من أجل الاستمرار في دعم بلادنا. طيب، اللافت في هذه المواقف سيد روب نسبة التصويت المرتفعة جدا، في التصويت المبكر، أي مؤشر اليوم وكيف ستنعكس هذه المناظرة اليوم على الناخب المتأرجح الذي لم يحسم صوته بعد؟ حسنا، أعتقد أن الإحصاءات برهنت أنها لا تعني الكثير. رأينا ذلك في انتخابات 2016، ومن الأمر طبعا المثير للاهتمام هو أن العديد من الديمقراطيين وطبعا هم صامتون إذا ما لاحظنا ذلك. ومن المثير للاهتمام أن نرى أن هناك أفراد لا يقومون بدعم الأجندة الديمقراطية ولا يقومون بدعم هذه الأجندة التي طبعا تهدف في نهاية المطاف إلى دمار بلادنا. وهذا النهج أو هذا الحزب الديمقراطي الجديد الذي نراه، وأعتقد أن كثيرين لا يستطيعون أن يتحملوا هذا التحول في الحزب الديمقراطي مقارنة بالسيد ترامب الذي هو رئيس الازدهار ويجسد أيضا النجاح، وهذا ما لا يمثله السيد بايدن بتاتا طبعا بالنظر بخاصة إلى الجرائم التي تحصل في بلادنا. يمكنه أن يتفادى الإجابة عن الأسئلة، ولكن واقع الأمر أن السيد بايدن يختبئ، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، بل نحتاج إلى رئيس لا يختبئ ويدافع عن بلاده. هذا ما يقوم به السيد ترامب، وسوف يستمر بالقيام بذلك حتى الثالث من نوفمبر. طيب سيدة قصين، الاتهامات تعزيز السياسات التي فرضت هذه المواجهة بين الحزبين في الولايات المتحدة، الاستعانة اليوم بأن اليمين المحافظ في واشنطن ربما ما تقدمت به
وما قدمه بالنسبة للسياسة الخارجية، كيف يمكن أن ينعكس على مسار هذه المناظرة، وكيف سيؤثر بشكل مباشر على الناخب؟ حسناً، هذه المناظرة مهمة للغاية. أعتقد أن نائب الرئيس جو بايدن كان واضحاً في المناظرة الأولى كما كان واضحاً في مسيرتها المهنية كلها. في الواقع أنه معتدل، ديمقراطي معتدل، وهو يقول ذلك، يقول أنه طبعاً معتدل وينتمي إلى الحزب الديمقراطي، وليس له طبعاً من تأثير التطرف أو اليسار المتطرف ليس له تأثير عليه. طبعا أنا أدركت ذلك، وهذه هي الطريقة التي يحاول فيها البعض التأثير على الأجندة، أجندة نائب الرئيس جو بايدن، الذي أوضح أنه طبعا في الواقع هو معتدل كما ذكرت، وهو لا يمثل أبدا عكس ذلك. على نقيض ذلك، السيد ترامب يستمر في عدم إدانة طبعا العنصرية التي تحدث، وتفوق العرق الأبيض إذا ما صح التعبير. طبعا وطبعا سوف يتم التركيز على السياسات الخارجية، علما أن المناظرة الثانية قد ألغيت، وبالتالي ما من فرصة بالأحرى للتركيز على السياسات الخارجية. وقد كان السيد بايدن واضحا أنه لن يقوم بزيادة الضرائب على الأمريكيين، وطبعا هو يريد أن يستثمر في البنى التحتية وبشكل كبير. هذا أمر السيد ترامب وعد به في الحملة عام 2016، ولكنه فشل في ذلك رغم أنه كان له أغلبية في مجلس الشيوخ، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذه الوعود والإفاء بها، وفشل طبعا ببناء الجدار. وكما قال أن المكسيك سوف تتكبد مصاريف أو تكاليف هذا الجدار، وطبعا المشاكل مع كوريا الشمالية. وطبعا السيد ترامب قرر أن يتعاطى مع دكتاتوريين في هذا الإطار. طيب، اللافت سيد روب وما يمكن أن تذهب عليه هذه المناظرة، الاتهامات لي بايدن من قبل ترامب بالنزعة اليسارية، بموقف أيضا السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، وهذا ما تخشاه أو ما تتطلع إليه حملة ترامب بدقة. كيف ستنعكس اليوم هذه المواقف داخل هذه المناظرة الأخيرة على المرشحين، وإلى أي حد يمكن أن يتجه التصعيد وفق الإجراءات التي فرضت من قبل اللجنة على مواقف ترامب؟ حسناً، أعتقد أن زميلتي هنا من الجهة الأخرى لديها نقاط نقاش طبعاً كثيرة، ولكنها لا تعتمد على وقائع. نحن نعلم أن السيد بايدن ليس الشخص المناسب ليكون في سدة الرئاسة، هذا أمر واقع، ولن نذهب أبعد من ذلك، لأن السيد جو بايدن يمكنه أن يقول ما يشاء، ولكنه طبعا لديه أجندة يسارية. ولننتبه إذا جدا لمن نصوت، فإن السيد ترامب يؤمن بالحلم الأمريكي وبالشعب الأمريكي بعكس السيد جو بايدن وعكس حزبه الديمقراطي. لقد فشل، لقد كان مسؤولا في الكثير من الأعوام، وهو يعتقد أنه سوف يعود للرئاسة، ولكنه فشل في مساعدة البلاد بما خص أو أما بشأن المناظرة الليلة. أنا في الواقع متشوق لسماع ما لدى السيد بايدن للقول، لأنه لا بد أن يقول ما يخبئه. وطبعا هذه الفضيحة، فضيحة ابنه لملايين الدولارات التي طالته، وأعتقد أن هذه النقطة يجب أن يوضحها للشعب الأمريكي، لأن للشعب الأمريكي
الأمريكي الحق في معرفة ماذا يحصل ولمن سوف يصوت. لدينا الكثير من المصادر التي طبعاً وافقت على النظر في هذه الرسائل التي تبرهن أنه خذل، أن جو بايدن خذل الولايات المتحدة، فبالتوفيق أقول له. طيب سيدة باسمة، المناظرة الأخيرة اليوم، الاستطلاعات، التصويت، هنالك انقسام مجتمعي حاصل في الولايات المتحدة في مختلف المحافظات، نتابع الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يمكن أن تذهب إليه يعني الأيام الأخيرة أقل من أسبوعين ما بعد مناظرة الساعات المقبلة وهي المناظرة الأخيرة؟ أعتقد أننا في هذه المرحلة الأمور الأهم هي تشجيع الذهاب أو إلى التصويت. أنا أتوافق مع زميلي من الجهة الأخرى بأن طبعا الإحصاءات واستقصاء الآراء قد يكون مخطئة، فإن الفوز في مناظرة ما لا يعني بالتحديد الفوز في الانتخابات الرئاسية. هذا الأمر هو نقطة أساسية، وبالتالي بالنسبة للناخبين الذين طبعا لا زالوا مترددين يجب تشجيعهم للذهاب إلى التصويت. وأعتقد أن في الانتخابات عام 2016 وفي حملة كلينتون قامت بأخطاء كثيرة، أو قام الحزب الديمقراطي بأخطاء كثيرة، ويجب استخلاص العبر من هذه الانتخابات، لأن جو بايدن طبعا ليس لديه تاريخ، وهو طبعا لا يقوم بالتعبئة بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أن بالوقت نفسه الحزب الديمقراطي مستعد لخوض هذه الانتخابات، وأعتقد أن السيد ترامب لديه عامل المفاجأة إلى جانبه. طيب في المواضيع التي سيتم مناقشتها كان هنالك اعتراض من قبل الجمهوريين سيد روب، وتحديدا المتصل بالسياسة الخارجية وما سيقدم من داخل هذه المناظرة. اليوم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب تتطلع إلى هذه الملفات، حيث نجح ترامب في مواجهة إيران، في قتل قاسم سليماني على ما تروج أيضا الحملة. كيف سيكون يعني سياق هذه المواجهة، وتحديدا بعد كل الاتهامات التي تم نشرها عبر الحملة، حملة الرئيس ترامب ضد المناظرة كريستين ووكر؟ سأعود إليك سيدة باسمة، من فضلك سؤال موجه إليك سيد روب. شكرا جزيلا، شكرا لهذا السؤال. أعتقد أنه لا بد لنا أن يكون حوار واضح وحقيقي بشأن السياسات الخارجية. كان لا بد أن يكون هذا موضوع أساسي للمناظرة الليلة. مع الأسف رفضت اللجنة، لجنة المناظرات الرئاسية، أن يتم التطرق لهذا الموضوع، ولكن السيد ترامب لديه سجل ناجح كبير في الدفاع عن الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، وأعتقد أن هذا أمر مهم. وطبعا بما شأن الناتو والمشاركة المالية الكبيرة التي كانت للولايات المتحدة، وعدد أيضا من المواضيع الأخرى، ولكن أعتقد أنه نحن نتمتع اليوم بالاستقرار بشكل أكبر وبالسلام بشكل أكبر، ولدينا رئيس بلاد قوي وهو يدافع عن الدستور وعن الشعب الأمريكي في البيت الأبيض. إذا أكرر هنا أن هذا الأمر لا ينطبق على السيد بايدن الذي كان مختفيا، لقد لم يكن موجودا بتاتا، ونحن لا يمكننا ان يكون لا يمكن ان يكون لدينا رئيسا للبلاد غير موجود على الساحه ومختبئ. اعتقد ان هذا سوف يكون خطا كبيرا، وطبعا ايضا هذا الامر ينطبق على السيده هاريس ايضا، كامالا هاريس، وطبعا هذا سبب لوحده يكفي طبعا للقيام باختيار ترامب. انا فخور جدا بما قام به السيد ترامب وبدفاعه عن الولايات المتحدة. أعود إليك أستاذة باسمة للمواضيع المنطقة اليوم، وما كان تتطلع إليه حملة ترامب لجهة السياسة الخارجية، أي إخفاقات اليوم قد تذهب ربما في الملفات الداخلية والشائكة التي تم الاتفاق عليها في هذه المناظرة من قبل اللجنة المستقلة؟
هل وصلك السؤال؟ تفضلي. يمكنك أن تكرر السؤال لو سمحت. سيدتي، كيف يمكن اليوم قراءة هذه المواضيع في ضوء، كيف يمكن استفيد بايدن من المواضيع التي قال ترامب إن اللجنة المستقلة أغفلت عنها، وتحديدا يعني السياسة الخارجية والنجاحات لإدارة الرئيس الحالي؟ حسنا، أعتقد أن السيد ترامب لديه الكثير من الوعود التي لم يقم بالإيفاء بها في ملف السياسات الخارجية، وفقط لأنه طبعا يقول أنه نجح في ملف طبعا المتعلق بالتغير المناخي وبالاتفاق النووي الإيراني. أعتقد أن ما من شيء قد حدث وكان طبعا مفيدا جدا الوضع اليوم مع إيران ليس على أفضل حال مما كان منذ 5 أعوام، وطبعا هناك الكثير من المجالات حيث الرئيس ترامب طبعا قام بإلغاء سياسات أوباما ونعتها بأنها الأسوأ في التاريخ، ولكنه لم يقدم أي بديل ناجح ومثمر من جهته. وأعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف أن حسنا جو بايدن كان في الرئاسة وفي الإدارة لمدة أعوام كثيرة، وهو طبعا لديه سياسات طبعا 47 عاما كانت فرصة له في لبناء سجل ناجح. أنا طبعا في دلاوير بشكل خاص أعتقد أنه قام بشكل جيد، وإذا ما كنتم تظنون أنه لم يقم بعمل جيد فهذا خطأ بالفعل، ولا أدري كيف هو طريق حكمهم، ولكنه قام بالقيادة بطريقة ناجحة بطريقة متوقعة. والنقطة الأساس هنا أن الجمهوريون سوف ينعتون بأي ديمقراطي بأنه طبعا يساري، ولقد رأينا أن زميلي طبعا نعت السيدة كامالا هاريس بأنها ليبرالية جدا أو الأكثر ليبرالية. طبعا أعتقد أن هذه مهزلة بالفعل، ونحن طبعا اخترنا مرشحا وسطيا أو مرشحا معتدلا. طبعا سوف يكون في الحزب الديمقراطي أشخاص يميلون إلى اليسار وهذا أمر طبيعي، ولكن الأجندة الديمقراطية فعالة، وبالتالي هذا ما سوف يعتمده السيد بايدن، يعتمد أجندة معتدلة، وهو هذه الأجندة بفضلها سوف تتقدم البلاد نحو ستمضي قدما. وطبعا عندما يقوم زميلي في الجهة المقابلة بالقول إن السيد ترامب طبعا يحمي الأمريكيين من خلال الذهاب والقيام بحشود وتجمعات أمريكية، وفي حين نحن نرى أن هناك وباء ينتشر وقد ينتشر عبر الهواء، فأعتقد أن هذا أمر مجنون للغاية وأمر خطير جدا، وهو يعرض الشعب الأمريكي للخطر، وطبعا هو يقوم بذلك من أجل سروره وإرضاء نفسه. أشكركما جزيل الشكر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض باسمة الغصين، كنت معنا من واشنطن، ومن ولاية دلوير المسؤول في حملة ترامب في الولاية روب أرلت. من جديد شكرا جزيلا لكما.